وكذلك حفظك الله، سائل آخر يسأل عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة، هل تتنقل في اليوم؟ لا، لكن العلماء اختلفوا في تحديدها، أنها هي ثابتة لا تتنقل، ولكن العلماء اختلفوا في تحديدها، الله اخفاها من أجل أن يجتهد المسلم في سائر اليوم بالدعاء والعمل الصالح يكون له أجر أكثر. نعم.